السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. والكاس من يطول البطولة لمن؟ هذه البداية القوية، النور إذن يبحث عن الفوز ومضر عن الفوز، وحسين الصياد إلى علي الداروتي، علي يواجه دفاع من عبد الله حليلي ويبان ويقول أنا الأول، أنا الأول، هو اللي سجل الهدف الأول، لكن خليني أشوف معك، خليني أشوف معك اللاعب النادي المحيط في العام الماضي شارك في بطولة النخبة مع نادي مضر، هو صادق المحسن وساهم في تحقيق البطولة في الموسم الآن، محاملة حامل اللقب النور، حامل اللقب النور، يعني صادق في الموسم قبل، نشاهد الآن محاولة وتصدي إلى حسن وتصدي آخر، تصدي آخر، تصدي آخر مع كرة حسن الجريمي، هذه كرة حسين فريد، تصدي 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 من حسن فريد، حسن يبدأ بداية حارس مميز، ليس أي حارس يمر من القاموس، فهو ساهم بشكل كبير في تتويج النور في العقولتين الدوري والنخبة، وبالتالي في الدور الإسباني وأيضا في منتخب البرتغال حتى في عام 2016 لعب في عدة أندية. فيليب طوله مترين واثنين سنتيمتر، هذا اللاعب طوله مترين، ومباراة اليوم يوم أمس كان صاحب يعني أهداف حاسمة أمام نادي الصفا حينما عاد، والآن دخول أسد آسيا محمد السالم، شوف المدرب، شوف المدرب، المدرب أدريان دانوت بيتيريا إلى حسن الجنبي ورمية سبعة دار، سريعة سريعة، مباراة سريعة، حياة أربعة مقابل ثلاثة، والعالم يبحث عن عودة، وهو الآن أمام هذا الفريق، الفريق في زاوية صعبة للغاية وعلى حارس صعب للغاية، خمسة مقابل ثلاثة، يا إلهي يا إلهي، المباراة لم تحدث، لم نشاهد هجمة فيها يعني خلينا نقول استهلاك للوقت، ما شاهدنا هجمة بطيئة، ما شاهدنا هجمة استنزفتهم، سمعوني سمعوني، إذا الآن صادق المحسن مع فيليب البرتغالي يلعب إلى صادق المحسن، إلى فيليب، إلى حسين الصياد، حسين بن البحرين، جواد السنافسي هو الجواد الذي لا يبطئ، هو الجواد الذي يسرع بهذه السرعة، قايل لكم فيها السرعة، جنون السرعة والغضب، هو إصدار جديد من أفلام السرعة والغضب، لم يود تتحرك، لم يود تتحرك، مش واقفة، مش واقفة، المنازل، المنازل تتحرك مع عبد الله، من منتخب الناشئين إلى الشباب إلى الفريق الأول في بطولة كأس العالم، بصراحة صادق المحسن غامة، غامة من الغامة، مدار نشاهد الآن كرة مع حسن الخضرابي والتصدي حاضر مع محمد السالم. العقوبة دقيقتين على نادي النور، هدف فيليب بعد دقيقتين اللي كانت على منير أبو الرحيم، وبهذه السنة في عام 2022 تعود الآن من جديد إلى مصطفى عظيم، لاعب عظيم يا الأسد، مصطفى عظيم يبحث عن المكان، مصطفى عظيم بصراحة ابن سعادة الرئيس يظهر بهذا الهدف الخارق جدا لهش، انه اذكر سارك اللاعب التركي الان يظهر بهذا الهدف، شوف الهدف الذي يسجل حتى في فئة المراعم والناشئين والشباب والفريق الاول والمباريات الودية، حتى مبارياتهم الودية الأكاديمية والكواسر، وهنا الآن محمد العباس لا ينزل الكرة بالشكل الصحيح، وبالتالي ويا لهذه المتعة، حسن حسن في ليلة الشاطر، حسن في ليلة الشاطر، حسن لا لا نعم، وهو يخدم هذا النادي بكل إخلاص وتفاني، وهو اللاعب الذي مهما يشق يا ناس مو قادرين حتى نشرب ماي مع هذه الأهداف السريعة، 10 مقابل 10 في مباراة 10 على 10، واللاعب البرتغالي شوف التنزيل من مهاب
الشعب المصري. ايفو عن مايلز، ايفو عن الكرواتي، ايفو عن من جديد، ايفو عن مايلز. كان سالم مباراة حماس، حسن دريك ومحمد السالم وما كذب اللي قال بأن البطولة تقطع وقرارات الحراس يا راشد كاهورة. إذن الآن نشاهد محاولات مستمرة، 12 مقابل 10، 3 أهداف وكرة تضيع رمية سبعتان، فارق 3 أهداف. شوف شلون النور حول الأحوال. ماذا سحب الخمسة ألقاب؟ 12 رقم، 12 رقم، وهنا عباس الصفار وخطأ. يعني هم صحيح الكواسر، لكن اهل القنيح يحبون لقب الاملح، حب لابناء سنابس. وهذه متعه كره اليد، وهذه عادات كره اليد، وهذا اصرار اللاعبين والرغبه الموجوده. اذا تعود يشرح الوضع. شوف الآن التقدم، دفاع متقدم على حسين الصياد، ودفاع الخمسة واحد لنادي مضر، وأعتقد رمية سبعة تسان يعرف المكان، يعرف اللوكيشن، يعرف اللوكيشن. تزلي لوكيشن وقول لي ألو، تزلي لوكيشن. أوقاتكم بكل خير، هذا علي آل محسن يحييكم عبر قنوات SSC الرياضية الفضائية، حيث التفاصيل اللقاءات الكبيرة في دوريات. بصراحة بداية اللقاء قبل أن يعود النور ويدافع بهذه الصعوبة وبوجود حراسة قوية، وهنا عبد الله الصياد، حسين الصياد، ونشاهد الآن هذا حسين الصياد يلعب إلى صادق المحسن. الصياد من جديد لإسعاد الأمة القديحية، أمة الوفاء كما يسمون جمهورهم. تعود الآن كرة على مستوى الجناح، وهنا خطورة حسن الخضراوي اللاعب الذي يعود إلى نادي بنظام الإعارة من نادي الترجي. كرة على مستوى الجناح والتصدي من جديد. محمد السالم يتصدى من جديد، قايل لكم عطوه رمز التفعيل، عطوه رمز التفعيل. عفوا، تعود إلى علي عيد، علي عيد يلعب إلى إيفان، 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 جديدة يا ياسر، أم يكون للكواسر الجارحة الكاسرة كلام آخر. تعود الآن إلى حسان، شوف شلون برمها مثل ما يقولون، وسجلها حسان، وهنا الهجوم السريع وهدف الأخ. الخدار البحريني، الخدار البحريني، لكن لا يأتي من الخلف، دائما يأتي من الأمام. 19-14، فارق 5 أهداف. مضر لا يسعى للخروج خالي الوفاض، وهو بطل الدوري والسوبر ودخول إذن الآن محمد العباسي لعباس الصفار، وعبد الله حماد سيطر على الكرة. حسان 20-14، وفارق 6 أهداف للنور. النور الآن بدأ يسيطر على المباراة بستايل خاص، وهدف لمحمد العباس. محمد العباس يسجل الآن بعد اختراق غاب كثيرا من محمد العباس الذي مستوياته منذ فترة اللي عهدناها. هذا محمد العباس دائما ما يكون هو صانع اللعب، وهنا التركي سلام وتصدي من محمد. 10 دقائق من شوط اللقاء الثاني، 20-15، وهنا الآن فيليب إلى مجتبى، مجتبى إلى صادق، صادق بقوة إلى البرتغالي، برتغالي ويسجل هدف. مش رخيص، غالي 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 من البرتغالي. وأحمد العالي والتصدي جاية، الليلة جاية جاية، اليريور الآن، وهنا برتغالية، والتصدي، والتصدي الثاني من جعفر الصفار، والتصدي الآن، وفارق 6 أهداف. وكأن السيناريو مباراة الأمس أمام مضر والصفا، مضر والصفا يعود، تعود الآن، أسد، أسد، صرخة أسد، صرخة أسد، وما كذب اللي سماه أسد. شوف الآن، شوف الآن، إذا سكن
كبير الآن، فارق السبعة أهداف أمام عجز هجومي مضراوي. تعود الآن محاولة إلى مين؟ إلى مجتبى. الآن مضراوية في هذه اللحظات للكواسر لقديحية، الكواسر الجارحة تبحث عن إعادة دراماتيكية. النور يبحث عن البطولة، النور يبحث عن البطولة، وهي آخر أمل هذه البطولة في هذا في مباراة الكبار وليالي الكبار. تعود الآن إلى إيفان، إيفان يحاول ينزل على الدائرة. لعب الثنائية في هذا العام، نادي مضر يعاين الأضرار أمام نادي النور الذي يعيش في يعني راح أتحدث لك عن معلومة. حسان الغزاوي الآن والتصدي لجعفر حارس متوقد، دفاع قوي وأيضا نقص مضراوي، وهنا الآن مهاب يبحث عن المرور. ممكن توقفنا فيها شوي، توقفنا فيها شوي. أحمد العالي الآن، أحمد العالي أمام محمد السالم يسجل قنوات SSC الرياضية. نشاهد الآن محاولات في شيء من الهدوء. مجتبى السالم يلعب الآن. برتغالي، برتغالي، وهدف غالي للبرتغالي جورج فيليب. مضراوي صامت أمام جمهور نادي النور اللي يقول يايين ناكل خصمنا، يايين أمام جمهور نادي مضر اللي يقول واحدكم جديد الذي عاد منذ يوم السبت الماضي. إشارة تحذير باللعب السلمي الآن، إشارة تحذير البرتغالي فيليب أمام أبناء القديح لإسعاد الوادي ولم جيبري وبقية الأماكن. ومهاب من جديد الآن مقابل 19، فارق السبعة أهداف. إحسان الصياد إلى مجتبى السالم إلى حسين، حسين هذه اللحظات ومحاولة وكرة على مستوى الدائرة، وكأنه يحتفل بتحقيق الخطة المنشودة. استلام خاتم العباس الصفار، تعود إلى هدف حسان. 28 مقابل 19 وفارق وصل إلى 9 أهداف الآن. محاولات مستمرة وعلي عيد. يوم ختامي راح نشوفه مشتعل للغاية في هذه البطولة، بطولة النخبة، نخبة النخبة. ومجتبى الزئبق يتحدث على أبناء القديح أمام أبناء سنابس الذين يحتفلون بسالم، وتشوف هذا الدفاع الشرس الذي يمنع كل المحاولات الاختراق وأيضا العودة السريعة. وهنا مع 26 دقيقة كرة الآن لهذا اللاعب البرتغالي، عادت لحسين الصياد. حسين يلعب للبرتغالي في يوم البرتغالي. 20 دقيقة، 26 دقيقة وفارق الثمانية أهداف الآن. محمد العباس يلعب كرة على مستوى الدائرة يسجل لليريور، للأكاديمية، للأكاديمية والجمهور، جمهور النور. لعبة بروفيسور يا أبناء نادي النور، هذه لعبة البروفيسور. وكرة الآن من علي عيد ولحظات وحسان بلا نقاط. وهذا المركز ممكن اللي معتد عليه نادي مضر طوال سنوات طويلة. وهنا أحمد العالي يسجل. أحمد اللي تجي بهذه الطريقة دائما يلعب بهذا الأسلوب، وهو صاحب أسلوب مختلف. وهنا الآن الله 20 اليريور، اليريور، اليريور يلتهم الكواسر في هذا المساء، الكواسر في هذا المساء. اليريور يبدو بأنه جائعا، اليريور في هذا المساء في القمة. بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذا الأداء وبهذه الأهداف المتتالية والتصدي لجعفر. جعفر تعترف، لا تعترف بالظروف ولا تعترف بأي شيء. أفضل لاعب في اللقاء أعتقد حسان الغزاوي، حسان.